مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الآن مع هذا السيد، أولا من بعد باش نحطكم في الصورة، من المشاكل بعض الوداديات شفنا بزاف ديال الوداديات عندهم بزاف ديال المشاكل. حنا الآن مع هذا السيد اللي عنده تم النصب والتحايل عليه والاحتجال عليه عفوا من الطرف ودادية ديال بوسكورة اللي ساكن، ودادية بوسكورة اللي ساكن. هاد السيد دابا مدة ديال 12 عام وهو دافع فلوسو كيتسناو البقعة، ياك سيدي، البقعة الأرضية تما في منطقة بوسكورة، ولكن للأسف ما كاين حتى شي حاجة. الغريب في الأمر أن حتى الضحايا ديال هاد الودادية ما عمرهم تلاقاو، يعني كنعرفوا أن الوداديات كيكون عندهم اجتماع تيتلاقاو بالمنخرطين، المنخرطين ديال هاد الودادية عمرهم تلاقاوهم، عمرهم صوتوا عليهم أولا انتخبوهم. كنشوفوا حتى المنخرطين عمرهم تلاقاو ولا كان عندهم واحد الجمع عام ولا شي حاجه. دابا هاد السيد بغى يوجه نداء للقضاء، الناس المسؤولين اولا اي واحد منخرط في هذه الجمعيه وعرف راسو انه حتى هو من الناس اللي تم النصب عليهم والاحتيال عليهم يتواصل مع هاد السيد، بحكم ان عندكم نفس الموضوع، عندكم نفس المشكل. السلام عليكم اسيدي. قرب لك انك عافاك. السلام ورحمه الله. شنو المشكل اللي عندكم وشنو النداء ديالك؟ الحمد لله. في البداية بعدا كنشكر قناة شوف تيفي على الحضور ديالها المستمر وعلى يعني نشر هاد المشاكل اللي تتوقع في المجتمع ديالنا، ومن بين المشاكل اللي مطروحة بحدة هو هاد المشكل ديال الوداديات خصوصا في مدينة الدار البيضاء وبالأخص في منطقة بوسكورة. الودادية ديالنا حنا الاسم ديالها هي ودادية بوسكورة للسكن. حنا منخرطين في هذه الوداديه منذ 2012، والعدد ديال المنخرطين عندنا حنا دابا حاليا واصلين 88 منخرط، واحد ربعه منهم كانوا توفى، وواحد مجموعه اخرى ثاني كانوا يعني انسحبوا، وبقينا حنا دابا في هذا العدد 88 منخرط. الاشكاليه ديالنا اللي مطروحه دابا حاليا سيدي، هاد 88 منخرط كتعرفوهم تلاقيتو في شي جامعه ولا عمركم؟ هذا هو بيت القصيد. دابا هذا السيد هذا القانون الاساسي ديالو ديال الوداديه تيقول شيء، والقانون ديالو الخاص هو تيقول حاجه اخرى. يعني حنايا في مده ديال 12 سنه ما تلاقيناش، ما اجتمعناش ولو لمره واحده. القانون الاساسي ديالو تيقول لك بان يتم اجتماع جمع عام سنويا لتدارس المشروع مع المنخرطين، يعرفوا المشروع فين وصل وشنو الاجراءات اللي فيه وشنو اللي تصرف وشنو اللي باقي وشنو المعيقات اللي لقينا الى اخره. الا اننا كنتفاجئوا بان هذا السيد ما تيعلنش على الاجتماعات نهائيا، ونقدر نقول لك بان احنا في 12 سنه ما تنعرفوش بعضياتنا. انا يلا تنعرف غير بالاجتهاد ديالي الخاص، تنعرف دابا تقريبا واحد ثلاثه ولا اربعه الاشخاص من اصل 88 واحد. من اصل 88 واحد. دابا حاليا شرينا في البدايه، شرينا هذيك البقعه، شريناها في المنطقه ديال بوسكوره 4 هكتارات، وهذيك الارض من نهار فاش شرات وهي يعني باقه في الوضع ديالها. كنا كنحلموا باننا غادي نجهزوا هذيك الارض، وعلى اننا غادي نديروا مورسيلمون ديال التيران باش كل واحد ياخذ البقعه ديالو ويبنيها، يعني ديروا واحد البناء مشترك على الشكل. هذا هو الهدف ديال الوداديات، انها كتبسط شويه الماموريه على المستهلك وداك الشيء، وكتقدر تحصل على سكن بواحد الثمن نسبي. والا ان هذا الشيء دابا انا كنشوف دابا 12 عام ما كاين حتى شي نتيجه، السيد ما تيتجمعش معنا، حتى التليفون ما ساد التليفون ديالو، يعني انا تيبان لي انايا 100% السيد راه نصب علينا، وهذا بروجي ديالو نهار الاول فاش دخل في هذا المجال ديال هذه الوداديه، راه سي ان بروجي هو عارف المخرجات ديالو، وبان راه فهمتيني فين غادي يوصل. وفعلا دابا انا التحريات ديالي اللي درت لقيته حصل على فيلا، بنا فيلا مؤخرا باش دار لها فين خدا بقعه ارضيه وبناها وسكن فيها هو وليداته، والاخرين مساكن راهم كيتجاراو تيقلبوا على بعضياتهم، وباقيين ما باقي واحد ما تيعرف الاخر. المكتب المسير حتى هو ما عمركم انتخبتوا عليه؟ ما عمركم تلاقيتوا هاد الناس هادو اللي كيسيروا هاد الوداديات؟ فعلا اشكال هذا من بين الاخطاء اللي وقعت، ولكني بالنسبه لنا حنا، ولكني فاش مشيت انا تنجري وبحثت انا على الوثائق ديال الوداديه لقيتهم، خرجتهم للمحافظه يعني باجتهاد ديالي الخاص، ولقيت بان المكتب مدخل فيه بعض الاشخاص
لا علاقة لهم بالموضوع علاش حنايا داخلين الودادية. لقيت انايا مثلا واحد ما عارفينش راسهم شنو الدور ديال المكتب المسير اللي خصو يحرك الدواليب ديال الودادية. اش لقيت فيه؟ لقيت فيه العساس ديال المؤسسة، لأنه هو هذا السيد هذا كان رئيس مؤسسة، كان مدير ديال واحد المدرسة ابتدائية، مدخل في المكتب العساس ديال المدرسة، مدخل واحد سائق ديال شي شاحنة، ومدخل واحد بائع ديال داك الشيء ديال يعني بائع متجول، يعني شي أشخاص يعني ما عرفني جابهم وخدم من عندهم الوثائق ودخلهم باش يفتح المجال لراسو باش هو يتصرف يعني بذاته كيف بغى. اما الناس اللي شويه فاهمين في المجال بحال الاستاذ بحال واحد طبيب بحال واحد مهندس، هادو ما عيطش ليهم، فهمتيني؟ هذا هو الاشكال فاش حنا طايحين مع هاد السيدات. هذا يقدر يكون تم تحايل عليهم. هادو يمكن انا حيت انا تواصلت مع شي وحدين فيهم تيقول لك اودي حنا طلبوا لنا لاكارت وعطيناها ليه. اش دار بها؟ الله اعلم. هذه الاخطاء. يعني سيدي انت اليوم شنو النداء ديالك؟ خاصة انك ما كتعرفش المنخرطين والمنخرطين ما كيعرفوش غاديين. طبيعة الحال انا لجأت للقناة ديالكم يعني وكنشكركم بزاف على هذا التواجد ديالكم معنا، لان بما ان الناس ما تعرفوش على بعضياتهم وما كاين حتى شي طريقه اخرى باش تقدر تجمعهم. دونك قلت انايا بوسائل الاتصال سميتو اوديو فيزيوال تنقدروا نوصلوا لهم هذا الميساج باش ما يبقاوش جالسين، لان الا بقاو جالسين راه يمكن هذيك الارض يبيعها. راه ديجا راه هو حاط عين على البيع ديال الارض. هاد الارض اللي سنهضر لك انا من 2012 وهي محطوطه، راه دابا مؤخرا عالن على البيع ديالها. ولكن سيدي انتم حطيتوا رزقكم يعني ماشي سهل. اذا انا المبلغ 12 سنه دابا هو كيتسنى. واش انت بغيتي تبيع مع متشاورتي بعدا؟ راه من المفروض انه يعلن على اجتماع، هو كيتهرب من الاجتماعات. من المفروض تعيط على اجتماع تجمع هذوك الناس كاملين تقول لهم اودي الارض هل اللي واقع فيها وهل اللي واقع فيها، ولكن دابا حاليا راه حنا بغينا نبيعوا هذيك الارض، واش نتوما موافقين؟ الا عطوكم موافقه راه يدار محضر، وغادي يديروا التوقيعات دوك الناس كلهم. ملي تكون عندك التوقيعات ديالهم كاملين هذيك الوقت مسموح لك انك تبيع الارض. دابا سيدي نتوما حاليا وصلتوا للقضاء راه مازال. دابا انا شاكي به للقضاء، واحد المجموعه ديال الناس معنا حتى هما في خباري بان واصلين مع القضاء، فهمتيني؟ الا انه باقي كيتنصل وكيتهرب وعنده شي وحدين اللي كيحميوه بطبيعه الحال. اكيد ان عنده نفوذ وكنتمناو اسيدي عطينا الرقم ديالك اسيدي ديال التليفون بالنسبه للناس اللي حتى هما من ضحايا ديال هذه الوداديه يجمعوا بيناتكم ويكون واحد الحل ان شاء الله. قول اسيدي الرقم ديالي انا شخصيا 06 64 67 18 52. رقم هو 06 64 67 18 52. هذا هو الرقم. مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، كنا مع هذا السيد اللي تم النصب والاحتيال عليه من طرف ودادية هي ودادية بوزكورة للسكن. هما تقريبا 88 منخرط، للأسف 88 منخرط ما كيعرفوش بعضهم نهائيا. يعني هاد السيد من خلال هاد النداء اللي وجهها عبر قناة شوف تيفي هو أن هاد المنخرطين يعرفوا بعضياتهم باش المسطرة تمشي مسطرة مقادة، وباش بطبيعة الحال إن شاء الله يلجؤوا ويجتمعوا كاملين ويمشيوا للقضاء باش ياخذوا الحق ديالهم، باش هاد السيد حتى هو هذا اللي دار هاد الخروقات هادو كاملة خاصو يتحاسب بطبيعة الحال، وهاد الناس ياخذوا الحق ديالهم. حيت ما يمكنش ان الناس مده طويله وهما حاطين رزقهم مده ديال 12 سنه ومازال ما خداو والو. صراحه للاسف المشاكل ديال الوداديات بالمغرب مشكل كبير بزاف، مشكل تطرح عند القضاء بكثره، وبزاف ديال الناس صورنا معاهم لا في وقفات احتجاجيه لا في الاراضي اللي كانوا خاصهم ياخذوهم، حتى كيلقاو راسهم وصلوا سنوات طويله. يعني كنتمناو انه يكون شي حل. نداءنا لاي منخرط بهذه الوداديه واللي هي ودادية بوسكورة للسكن أنه يتواصل مع هذا السيد. هو راه الحمد لله كيقوم بمجهودات خاصة وكيقلب وكيبحث باش يلقى حل. الرقم ديالو هو 06 64 67 18 52. هذا هو الرقم ديال هذا السيد. وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية هذا البث. نتلقاكم بث آخر موضوع آخر. السلام عليكم ونهاركم بروك.